بيكار مش بس فنان تشكيلي، بيكار فنان شامل، شاعر، عازف عود، رسام، رسام بورتريه ما حصلش، رسام قصص أطفال. يعني مش ممكن ننسى رائعته السندباد. مين فينا ينسى أمل وعمر وألف باء يعني أب، أول صحفي يعني كمان صحفي، وأول صحفي يعمل ريبورتاجات مصورة من جميع أنحاء العالم كان بيرسمها، مدرس في فنون جميلة كان بيرسم أغلفة الكتب. يعني ونتذكر يعني من أهم الكتب اللي رسم الغلاف بتاعها كتاب الأيام بتاع دكتور طه حسين. مين فينا ممكن ينسى إمدة بيكار في أخبار اليوم؟ من أعظم أعمال بيكار 80 لوحة عن رمسيس الثاني، من ساعة ما المهندسين راحوا لرمسيس ووروا له رسومات معبد أبو سمبل لحد تعامد الشمس يوم تتويجه ويوم ميلاده. 80 لوحة دي فيهم لوحات 4 متر تم استخدامهم في فيلم العجيبة التامة. بيكار هو الفنان اللي بلا وريث، ولولا تدخل وزارة الثقافة كان زمان لوحاته كلها اتباعت في مزازات علنية. بيكار عاش هنا.